هل يهز شباك القاسم في الكفل في هذه اللحظات؟ كل أسئلة واردة. محمد قاسم الله يعرف عنه بأنه الفنان وعازف الكيتار على أعلى وتر. محمد قاسم يضعها في مرمى محمد كاظم وعلى عنوان واحد. نحن لا يشترك معنا أحد في شيء ولا يقف في وجهنا أحد. هذا الموسم الشرطة نحو اللقب، الشرطة يغرد وحيدا في الصدارة ومن كرة ثابتة أرضية جميلة بأهدافه التي اشتهر بها. محمد قاسم يظهر في هذه اللحظات ويسجل هدف التقدم للشرطة وكأنهم كانوا ينتظرون. نقلة خاطئة من كرار، الآن محاولة عند محمد قاسم، لعب في قدمه الخطورة في هذه المناطق، هرب المواس، هدفه، جول ثاني للشرطة وببصمة ورسم المواس. الآن السوري محمود المواس هرب في هذه الكرة وأتاك بالهدف الثاني بأسست رائع من محمد قاسم لمواصلة التقدم، لمواصلة التألق، وركنها في نفس الزاوية في نفس المكان. محمود المواس السوري يضعها في المرمى، السوري يسجل الآن، وبالتالي التقدم يكون للشرطة بهدفين مقابل لا شيء. وضع الثاني في مرمى محمد كاظم وصعب. عبد المجيد أبو بكر لاعب جمهورية النيجر، عبد المجيد أبو بكر، وهنا كرة تنقل الآن، محاولة باتجاه محمد قاسم لثالث 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 ثالث ثالث ثالث، جول ثالث في هذه اللحظات يأتي من جانب محمد قاسم، وفرحة على محيى سليمان. والآن يحسم الأمر وقد فات الأوان على القاسم من أجل العودة ومن أجل ثالث أهدافه في شباك القاسم وثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم. هي الأحوال، اليوسف قدم تمريرة على طبق من ذهب، الآن كرة بأقدام محمد قاسم يركنها هنالك على يمين حارس المرمى، وكأنهم يعلمون بضعف في اليد اليسرى لحارس اليمنى لحارس المرمى، بالتالي كل الكرات لعبت بهذه الزاوية. والآن فرحة على الكادر التدريبي. الواردة محمد قاسم الله يعرف عنه بأنه الفنان وعازف الكيتار على أعلى وتر. محمد قاسم يضعها في مرمى محمد